اسمع يا تاريخ، من خطبة طالب الحق عبد الله بن يحيى الكندي، قال فيها: ندعو إلى الله وإلى كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ونجيب من دعا إليها: الإسلام ديننا، ومحمد نبينا، والكعبة قبلتنا، والقرآن إمامنا، رضينا بالحلال حلالا، لا نبغي به بدلا، ولا نشتري به ثمنا، ولا قوة إلا بالله، وإلى الله المشتكى وعليه المعول. ندعو إلى فرائض بينات محكمات وآثار مقتدى بها، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن الله صادق فيما وعد، عدل فيما حكم. ندعو إلى توحيد الرب، واليقين بالوعيد، وأداء الفرائض، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والولاية لأهل ولاية الله. وإن من رحمة الله أن جعل في كل فترة بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى، ويصبرون على الألم في حب الله، يقتلون في سالف الدهر، فما نسيهم ربهم وما كان ربك نسيا. أوصيكم بتقوى الله وحسن القيام على ما وكلكم بالقيام به، قابلوا الله حسنا فيما أم في أمره وزجره. من كتاب